مشروع نساء FM هو مشروع إذاعة نسوية مخصصة للنساء الفلسطينيات بالشتات وبالداخل. الفكرة هي عمل زي نوع من الجسر, a bridge of connection between women, بين النساء, وطبعا لتمكين المرأة الفلسطينية بالإعلام. كان أصعب شيء بالنسبة لنا هو نلاقي تردد, وفعلا لقينا التردد بعد فترة طويلة لأنه الباندويث تبعت الراديو نوعا ما يعني مكتملة, فلقينا تردد 96 FM, وهلا عم نبث على بمنطقة رام الله القدس وبيت لحم. الدعم المالي هو أجانا من مؤسسة سويسرية اسمها سمايلين تشيلدرن فاونديشن, اللي هم بيمولوا مشاريع نسوية بأنحاء العالم بناتها فلسطين, ونحن كتير محظوظين إنه هذا الدعم أجانا, وإن شاء الله رح نتطور ونقدر نكون بزنس لحالنا ونجيب الإعلانات والكوميرشلز وما نحتاج أي دعم تاني. إن شاء الله مستقبل يكون منيح, نقدر ناخذ هذا الإكزامبل على دول عربية تانية ونعمل إذاعات مصرية. يعني بعد 5 سنين ما رح تكوني بعد 5 سنين؟ بعد 5 سنين رح أكون هون بفلسطين عم بدير بنساء FM, وإن شاء الله يكون في كمان إذاعات تانية برا.